لبنان، نحن قررنا نعيد وقررنا نتحدى كل شيء تا يرجع لبنان أحلى من قبل ونبين الصورة الحلوة يلي عن جد بتشبهنا. قد ما هيك من جوا من جوا موجوعين، نيجي لهون نلاقي إنه لا، هالأمل يلي نحن كلنا نوعا ما ضيعناه بالطريق بعده موجود. ورغم كل هالمصاعب هاي رح نعيد والعالم كلها رح تكون مبسوطة إن شاء الله، ويتغير الوضع ما رح يضل مثل ما هو بإذن الله. رح نضل نبسط ورح نضل نزرع فرح. الأيام كتير صعبة والأوضاع كتير صعبة، بعرف في ناس هلأ مبسوطة هون بس لما نسرب على بيتها عم ترجع على واقع معين وعلى وجع معين. نحن بدنا نجرب قد ما فينا نخفف هالأوجاع.